بنتابع جولتنا الثقافية مع الأعمال المسرحية وعمل مسرح جديد عنوانه الزودة، بتستضيفه خشبة مسرح الجميزة. العروض بتنطلق ب 19 أيلول، اقتباس وإخراج نتالي سلامي ران صعب ونتالي كاتورا، وتمثيل نتالي سلامي ران صعب نتالي كاتورا، بالإضافة لديانا البني وحسين قاووق. والعروض بتكون من الخميس للأحد بتمام الساعة 8:30 المساء. ثغرة بلشت كفكرة وتعاون موسيقي بين أصيل عياش وفلاديمير كروميليان، ورحتونا موعد بأمسية عنوانها طال الانتظار، رح تجمعهم بالإضافة لندى فرح البيركاشنز ومحمد صفي الدين على البزق. ومنسمع ما رح نقدر نسمع لفلاديمير وأصيل، منكفي مع مواعيدنا. ولوميير دو سوا ليبان سيري باليستين عنوان المعرض يلي بيستضيفه متحف الحرير ببسوس. هالمعرض رح يستمر لغاية 2 تشرين الثاني، وهو بيتضمن عرض للملابس والأكسسوارات يلي كانت رائجة بمنطقة فأذن أو بلدين لبنان سوريا وفلسطين بالقرن الماضي، بالإضافة كمان لمتحف بيئي بيعرف كل الزائرين على مراحل تصنيع الحرير. وخبرنا الأخير رح بيكون مع فرقة لندن جرامر الإنجليزية يلي بتعطينا موعد ب 20 أيلول بالفورم دو بيروت. فرقة لندن جرامر اختارت لبنان كمحطة أولى بجولتها العالمية. مثل كل يوم أحد أغنية منختارها لنرجع نتذكرها سوا. اليوم الأغنية اللي اخترناها للفنان الراحل عبد الحليم حافظ أغنية ضحك ولعب وجد وحب، من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد. الأغنية قدمها الراحل عبد الحليم حافظ بفيلم يوم من عمري يلي تم عرضه سنة 1961، وشاركوا العمل الممثلة زبيدة ثروت وعبد السلام النابلسي. منسمع سوا. ضحك ولعب وجد وحب، عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب، عيش ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير، ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير، عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، افرح ارقص غني قد ما تقدر، عيش دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش، افرح ارقص غني قد ما تقدر، عيش دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش، عيش ايامك ضحك ولعب وجد وحب، عيش عيش احلامك، عيش بالروح والعين والقلب، عيش ايامك ضحك
ولعب وجدي وحب عيني. عيش أحلامك، عيش بالروح والعين والقلب. عيش أيامك، عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش أيامك، عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عمري ما شفتك حلوة كده، ولا غنيت لك غنوة كده، ولا غنيت لك غنوة كده. أيوة يا دنيا، أيوة كده. عمري ما شفتك حلوة كده، عمري ما شفتك حلوة كده، ولا غنيت لك غنوة كده. لما الحب لعب في القلب ولقيت روحي في عز الحب، لما الحب لعب في القلب ولقيت روحي في عز الحب، قلت يا قلبي حب كمان وانسى زمان وليالي زمان. قلت يا قلبي حب كمان وانسى زمان وليالي زمان، وليالي زمان. انت يا دنيا، ايوه كده. من هالأجواء رح ننتقل هلأ لعند زميلتنا وردة لنطلع أكثر على تفاصيل حلقة اليوم من المجالس بالأمانات. صباح الخير ست وردة. صباح الخير بيارات، وصباح الخير لإلي. هالغنية الحلوة اللي كنتوا عم بتبسوها هي بين عناوين المجالس بالأمانات والمتفرقات، توارد أفكار. العنوان الأول لعل وعسى، من بعد ما داعش بدم الأبرياء انتشى. وخاص حوار الآباء والأبناء عبر الغناء، عنوان من وحي أغنيتكم أيضا. ضحكوا لعبوا جد وحب، مين يا ترى وأي متى رح يقول ستوب. أما ضيف بيسأل ضيف، فقرة على الخط ترقبوها. وضيف المجالس بالأمانات نائب بيروتي. بيروت تشتكي، هل من يسمع؟ يا سعادة الدكتور عمار حوري، إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق. نحن أكيد رح نكون بالانتظار. شكرا لك ست وردة. ننتقل هلأ لعند فكرة أكثر عن حركة سير يوم الأحد. جولة سريعة على كاميراتنا ببداها من جسر سليم سلام وحركة سير خفيفة طبعا نهار الأحد. من جسر سليم سلام نروح على الزلقة بالاتجاهين، حركة سير خفيفة. صيدا كمان المشهد بيتكرر على الدوار. نروح لجونية مرة جديدة ومنختم جولتنا مع خالدة وشبه انعدام للحركة. على كل حال تفاصيل أكثر رح ناخذها من الرقيب أول مارون صقر. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح الخير يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، تفضل. نعم، نبلش الحركة المرورية لصباح اليوم الأحد، عم تكون خفيفة إجمالا وأقل من طبيعية. مدخل بيروت الشمالي جنوبي والشرقي عم يشهدوا حركة طبيعية، كذلك ضمن العاصمة بيروت حركة سير خفيفة. هذا في مخصص السير لليوم الأحد. خلاص خلصنا؟ نعم اليوم احد. ما في اي اجراءات، اي تدابير خاصه
أشغال بتحب تخبرنا عنها؟ صح، في عنا قبل الحوادث في عنا بال24 ساعة الماضية سجل عنا 12 حادث، 3 قتلى و14 جريح للأسف. يعني بالنسبة للأشغال على جادة سامي الصلاح من الساعة 8 هلأ الصباح حتى الساعة 18 من بعد الظهر من تاريخ اليوم مش راح يصير عنا قطع للطريق، بس تضييق للمسلك الشرقي. نعم. وبالنسبة لأنفاق المطار عنا أشغال صيانة وتنظيف من 16 شهر ل 23 شهر أيلول الجاري. نعم. وأيضا مش راح يستوجب بس شيء قطع الطريق للسير لأنه راح يصير بالليل. نعم، نحن بدنا نشكرك رقيب أول بارون ثائر، يعطيك العافية. فاصل ونرجع من بعده الأخبار الصباح.